يا هلا ومرحبا فيكم أصدقاؤنا في أولى حلقات برنامجنا كتابي من معرض الكتاب الدولي في أرض المعارض. اليوم معانا ضيفة وضيفة حلقتنا لليوم الأستاذة سلمى الميمني، المنسق العام لمشروع صغيرك سفيرك وكتابة قصص الأطفال. يا هلا ومرحبا فيك أستاذة سلمى. يا هلا فيكم، الله يعطيكم العافية على هذه الاستضافة. أستاذة سلمى، كلمينا عن القراءة التفاعلية. طبعا القراءة التفاعلية بالنسبة لقصص الأطفال هي تعتبر مثل الشيء اللي يربط ما بين الطفل والكتاب. لما نقرأ للطفل القصة، الجميل ان احنا لازم نقرأها بطريقة تفاعلية، يعني مو بس الطفل يكون قاعد ويسمع، لازم يصير فيه تفاعل ما بيننا وما بين الكتاب وما بين هذا الطفل. فلما نقرأ القصة مثلا، اذا يعني وجدت كلمة غير مفهومة او غير واضحة عند الطفل فنوضح له اياها. اذا هو طرى على باله سؤال اثناء قراءة القصة، ممكن ايضا هذا شيء احنا نجاوبه عليه. فهذه هي طريقة التفاعلية اللي هي احنا قاعدين نقرأ والطفل قاعد يتجاوب معانا ويتفاعل معانا يعني خلال القراءة. طبعا اللي يميز القراءة التفاعلية ان احنا ما يصير نقرأها بصوت واحد او بطريقة برتم واحد، لازم يصير في حركة اليد، العين لازم تكون على كل الاطفال اللي قاعدين يسمعون القصة، درجة الصوت تعلى تخفض على حسب الحدث اللي نكون فيه بالقصة. فبهالطريقة الطفل يعيش القصة وأحداثها بطريقة ممتعة وشيقة أكثر. بما أن اليوم يصادف اليوم ذكرى الطفل العربي، خلونا نتابع هذا التقرير. الصحة، البناء، التعليم. اكفلوا العيش الكريم لأطفالكم. المساواة، الابتكار، الإنصاف. نحن نسعى لجعل العالم مكانا آمنا. العالمي بدأنا نلاحظ الاهتمام بشكل كبير في ورش القراءة للأطفال، ليش هذا الاهتمام أستاذة سلمى؟ طبعا هذه نعتبرها ظاهرة وايد جميلة وصحية، يعني احنا بالعكس يعني بما أنه صار في هذا الوعي موجود، فإذا هو مؤشر على أن الحمد لله الأسر والبيوت والأطفال وحتى المؤسسات صار في عندها وعي في موضوع أهمية الورش القراءة للطفل. لأن موضوع القراءة مثل ما تعرف هو شيء متشعب، يعني مو مثلا محدود في مجال معين. صحيح. الطفل اليوم في أي مجال نبي ندخله، يعني حتى مثلا المصانع، المؤسسات، وهذا اللي قاعد يصير في الدول المتقدمة. صحيح. إن شنو ما كان القطاع، أي قطاع يكون عنده قسم خاص إنه يصدر مثلا قصص أو كتيبات تعليمية للصغار. يعني اليوم لو مثلا عندنا صناعة، أي مصنع زين، فيكون عنده مثلا كتاب أو قصة للطفل يبسط هذه المعلومات ويصدرها للطفل. فهذا الأمر اللي هو مثل ما احنا نقول عن موضوع الورش التفاعلية أو ورش القراءة زادت بالمجتمع، هذا شيء وايد جميل. لأن كل ما صار فيه جهة أو مؤسسة سواء تخدم الطفل أو تخدم الأسرة سوت ورش القراءة للأطفال، هذا معناته أن أطفالنا اليوم إن شاء الله راح يصيرون قارئين، راح يعرفون أهمية وجود الكتاب واهتمام أهمية أيضا أنه هو يكون في رابط ما بين الطفل وما بين القصص والكتب. طبعا وهذا الشيء يعني معروف أنه هو يعني راح يكون له الأثر الأكبر في أنه يزيد عنده المعرفة ويزيد عنده المهارات وتنمي من الأطفال نفسهم ومن الشخصيات. صحيح. إنزين أستاذة سلمى، هل تعتقدين أن هذا النوع من الورش قاعد يغير بشكل إيجابي للطفل؟ طبعاً
طبعا وجود هذه الورش امر وايد ايجابي. ليش؟ لان احنا اليوم الاطفال لما يطلعون من البيت ممكن احنا نقدر يعني غالب مشاويرنا تكون معاهم مشاوير ترفيهيه، يعني ممكن احنا نطلع مثلا بنروح مطاعم، بيروحون مجمعات. فتخيل لما يصير في المطاعم او المجمعات او الاماكن العامه هذه نلاقي فيها والله جلسه لطيفه كذي حق الاطفال يقرؤون فيها قصه. يكون في شخص متواجد يعني يروي لهم القصه، او مثلا ياخذ بايدهم انه مثلا يعني يقرؤون قصه وبعدين مثلا يسوون نشاط متعلق بهذه القصه. صحيح. فاحنا كذي شنو قاعدين نسوي؟ كانه قاعدين ندخل القصه والقراءه مع الترفيه. فيصير احنا شنو قاعدين يعني نصنع عنده ذكريات جميله، انه ما راح ينسى هذا النزهه او الطلعه اللي طلعها مع اهله. مع هذا الشيء دمجنا معاها موضوع القراءه والورش وهالامور هذه، فهذا طبعا امر ايجابي جدا على الطفل وعلى المجتمع ككل. وجود ورش لقراءه الاطفال في معرض الكتاب الدولي، هل تعتقدين ان هذا الشيء ايجابي؟ طبعا بما انه هو وجوده في المجتمع ككل شيء جميل ورائع، فما بالك في معرض الكتاب. يعني معرض الكتاب احنا دائما نعتبره هو الموسم الثقافي او مثل ما يقولون العرس الثقافي اللي تلاقي يعني مثلا المجتمع كله او الدوله كلها متفاعله مع هذا الامر. فوجود الورش داخل معرض الكتاب هذا من اجمل الاشياء. طبعا ليش؟ لان شوف احنا دائما عندنا القصه او الكتاب لما يصدر ما يتوقف دور مثلا دار النشر او الجهه اللي قاعده تصدر القصه، ما يتوقف دورها ان انا اصدر القصه وخلاص. انا لا، دورنا يعني يمتد الى ان احنا نصل الى الطفل هذا عن طريق هذه الورش. شنو نسوي؟ نسوي ورش قراءه تفاعليه، نسوي جلسات وحلقات نقاشيه للكتب والقصص. هذا الامر يخلينا ان احنا بدال ما تصدر القصه وتكون موجوده على الارفف، لا احنا نشيلها وناخذها ونقربها الى الطفل. فنوجد مثل ما تقول يعني علاقه مباشره بين الطفل وبين يعني وبين القراءه عن طريق هذه الورش التفاعليه. وطبعا يعتبر معرض الكتاب يعني اجمل وانسب مكان لهذه الورش. انزين استاذه سلمى، شنو كلمينا عن مشاركتكم بمعرض الكتاب هالسنه؟ اي هذه السنه ان شاء الله بما انه هو المعرض 44، طبعا يعتبر معرض الكويت من المعارض القديمه، يعني يمكن من اوائل المعارض الكتاب اللي صارت في الوطن العربي، وهذا شيء مفخره امانه لنا جميعا. باذن الله هذا العام راح يكون لي مشاركه. طبعا انا لي اصدار اللي هي عندي قصه اكتبها للاطفال او كتبتها للطفل اسمها قصه نجيبه ورحلتها العجيبه، وهذه القصه ان شاء الله راح اقدمها في ورش القراءه التفاعليه مع مكتبه حزايه في قاعه الخاصه للطفل. وايضا راح يكون لنا مشاركه للسنه الخامسه على التوالي، وهذا شيء يسعدنا، مع وزاره الشباب اللي هي الهيئه العامه للشباب. راح نكون ان شاء الله متواجدين معاهم مباشر الفتره الصباحيه، وايضا الاسبوع القادم الفتره الصباحيه، لان تعرف بوث وزاره الشباب هو مع الوزارات، وهذه البوثات يعني تستقبل الاطفال المدارس ورحلات المدرسيه الصباحيه. فالاطفال لما يجون احنا يكون دورنا ان قاعدين نقدم لهم ورش ثقافيه فيها قراءه قصص، فيها لعب، فيها مثلا معلومات مثل مسابقات بسيطه، بس كلها تكون برامج ورش تخدم الاطفال اللي هم زوار المعرض، فيطلعون من المعرض مستفيدين، مو بس انهم مثلا شارين كتب، لا بالعكس هم انه مثلا حضروا حلقه نقاشيه لكتاب معين، او مثلا حضروا ان سمعوا جلسه قراءه قصه معينه. فهذا الشيء يصير مثل شيء جميل، يعني يخلق علاقه ما بينهم وبين القراءه، وهذا ان شاء الله راح تكون مشاركاتنا هذه السنه ان شاء الله باذن الله. والحين مشاهدينا خلونا نشوف اجواء المعرض مع زميلنا بدر. يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا، ردينا لكم مره ثانيه. وطبعا احنا مثل ما تعرفين في ارض المعارض، وتحديدا احنا في بوث الخاص حق مكتب الشهيد. والحين خلونا نتعرف على الضيفه او اللي احنا جايين ضيوف عندهم علشان نشوف شنو عندهم. يا هلا والله مرحبا فيك، عارفيننا عن اسمك. يا هلا فيكم، حياكم الله، انتم اهل المكان. معك شيخ القندي، رئيس قسم الاعلام بمكتب الشهيد التابع الديوان الاميري. والنعم، اول شيء حابين نسالك شنو هو مكتب الشهيد بشكل عام؟ مكتب الشهيد هو مكتب يتبع الديوان الاميري، انشئ من 28 عام من 91، طبعا برعايه اميريه من صاحب السمو. الهدف الأساسي من إنشاء هذا المكتب رعاية شؤون الأسر، أسر الشهداء، ورعاية ذويهم وتخليد ذكرى الشهداء. حلو، إنزين شنو الفعاليات اللي قاعدين تسوونها طوال السنة، أو يعني شنو الأشياء اللي قاعد تسوونها كل سنة؟
طبعا احنا عندنا أجندة سنوية يمشي عليها المكتب اللي هي احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، عندنا لقاءات مع أسر الشهداء سنويا 8 من كل عام. طبعا إضافة إلى هذه الأمور اللي نقوم فيها، احنا هم نحاول على مدارسنا نتواصل مع طريق أكاديمية تعليمية موجودة في المكتب أو طريق اللي إضافة لها ان احنا ننزل المدارس أو المدارس يزورونا داخل المكتب، ونوصل رسالة المكتب اللي هي ترويج الروح الوطنية لدى الأبناء وزرع القيم. بما أن احنا اليوم بمعرض الكتاب وانتم مشاركين بمعرض الكتاب، شنو دوركم بمعرض الكتاب او شنو راح تقدمون حق الناس اللي راح تي؟ طبعا احنا عندنا فيلم نقدمه حق الاطفال، فيلم شقردي، اضافة الى هذا السنة حق جناح مرتبي، فيلم مسويناه عن قصة شهد المكتب من اول ما توفى والدها لقاية تخرجت من الجامعة. العافية، والحين خلونا نشوف شنو عندنا. عدنا لكم مشاهدينا مرة أخرى مع الأستاذة سلمى الميمني، المنسق العام لطفل لصغيرك سفيرك وكاتبة قصص الأطفال. أستاذة سلمى، كلمينا عن مشروع صغيرك سفيرك. مشروع صغيرك سفيرك طبعا هو مشروع يستهدف إلى تثقيف الطفل والأسرة. طبعا شنو اللي خلانا ممكن نفكر أو نأسس هذا المشروع؟ مشروع صغيرك سفيرك من اسمه طبعا هو صغيرك اللي هو نستهدف فيه الطفل، سفيرك فهو الطفل طبعا سفير، وهو يعني لو نقدر نشوف ان هذا المعنى الواسع على الوسع اللي يحتويه، يعني فالطفل من اول ما يعني يكون صغير يكون هو سفير عن اهله، فاي مكان يروح له اي تصرف عليه طبعا هو يعني يدل على انه هو يعني سفير او يمثل اهله في هذا الاماكن. ايضا المدارس، لما تشوفون المدارس اللي تسوي مسابقات ولا تسوي اي مسابقات مثلا تكون على مستوى المناطق وكذا، فكل طالب يشارك من مدرسه فهو مثلا يكون سفير عن مدرسته وعن مثلا المعلمين، وهكذا الطفل لان يكبر فيصير بعد ما يتخرج ومثلا اذا راح انه يدرس برا فهو سفير عن وطنه. لذلك هو دائما صفه السفير هذا انه هو يعني يمثل اهله واسرته وبيئته ومجتمعه بافضل صوره. فهذه النقطة اللي تخلينا أول شيء إن نسمي المشروع هذا صغيرك سفيرك. نستهدف من خلال المشروع إن إحنا نسوي فعاليات وبرامج تخدم الطفل والأسرة ككل، يعني الأطفال الصغار إلى اللي هم الكبار أيضا يستفيدون. ليش؟ لأن دائما الطفل مرتبط بأسرته، فلما يصير نسوي فعاليات وبرامج ثقافية احنا غالبا نحرص انها تكون في الاماكن العامه، يعني مثلا الحدائق العامه مثل حديقه الشهيد، بعض المجمعات، بعض المراكز، فاحنا لما نروح نسوي عندهم هذه الفعاليات تكون مفتوحه للجميع، وايضا بعض الحلقات النقاشيه او الفعاليات الخاصه للامهات وللمربين، فنخدم في الشريحتين هذين اللي هم الاطفال والكبار اللي هم للاسره. فعن طريق هذا المشروع احنا الحمد لله يعني حققنا الى الان، يعني تقريبا هو تاسس في نهايه 2016، فتقريبا كملنا الحين 3 سنوات تقريبا بأكثر من يمكن 35 فعالية مختلفة للأطفال وللكبار، وورش تفاعلية تقريبا فوق 100 ورشة قدمناها في أماكن عامة منها مدارس ومراكز، وفي أمور داخل الكويت وفي أمور خارج الكويت أيضا. حلو، الآن مشاهدينا نذهب لنرى أجواء أخرى مع زميلتنا دلال. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، نرحب فيكم بأول يوم من معرض الكتاب الدولي 44، راح نكون متواجدين بالمعرض لغاية 30 نوفمبر، حياكم الله، وايد راح تستمتعون معانا وتستفيدون من الكتب المتنوعة. نرحب بضيفتنا التقدم العلمي للنشر الدكتورة ليلى الموسوي، يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك، مشكورين على الاستضافة. شنو رأيك بالمعرض؟ والله ما شاء الله، شوف المعرض يعني مع ان اول يوم في اقبال حلو، يعني وانا داشه الحين لقيت في اسر ولقيت في ناس وقاعد يشترون كتب، فان شاء الله يعني مشجع الاقبال. كلمينا على مشاركتكم بمعرض الكتاب الدولي 44. مشاركتنا هالسنه احنا ضيفنا هو الجدول الدوري، وذلك بمناسبه مرور 150 عام على وضع الجدول الدوري. الجدول الدوري هو اساس في الكيمياء
يصنف المواد. فإحنا نحاول دائما في كل سنة أن نقدم للأطفال وللقراء مادة تدور حول موضوع علمي يشجعهم على قراءة العلوم وتحبيب العلوم بالنسبة للأطفال، والمختصين أيضا يكون عندنا أشياء على مستوى أعلى. خلال هالفترة صار في اهتمام وايد على القصص والكتب للأطفال، شنو تتوقعين السبب؟ الأطفال لأن احنا ما عندنا وايد بالعربي مادة أو محتوى علمي أو حتى أي غير علمي بالمستوى اللي يليق بثقافة الطفل. احنا في تقدم العلم النشر نركز على المحتوى العلمي، فالقصص العلمية، المادة العلمية، الكتب، حتى راح يكون داخل معرض في ألعاب كيميائية مرحة. فإحنا أعتقد في الحين رجعة لتعزيز الثقافة العربية مرة ثانية. دكتورة شنو الكتب اللي تفضلينها أو تحبينها؟ أنا الحين بعد ما كبرت أحب الكتب اللي هم يسمونها نون فيكشن، اللي هي القراءات التاريخية والبيوغرافيز والتحليلات السياسية والاجتماعية. يعطيك العافية دكتورة، حياكم الله أعزائي المشاهدين، وايد راح تستمتعون وتستفيدون من الكتب المتنوعة. لكل طفل جسر رقمي، تكافؤ رقمي، رعاية رقمية، سلامة رقمية. تنويه ذكرى اليوم الطفل العالمي، أستاذة سلمى، ما هو طموحكم من مشروع صغيرك سفيرك؟ طبعا عن طريق مشروع صغيرك سفيرك احنا نطمح ان اولا هو مثل ما تشوف الهدف العام له اللي هو ان يكون الصغير وخير سفير لاهله ووطنه. احنا عن طريق مشروع صغيرك سفيرك نتمنى انه يصير في توعية لكل مؤسسة وجهة سواء كانت خاصة او عامة انها تتبنى جزء توعوي للطفل، ان تخصص جزء من مشاريعها او من عملها انه يصير في توعية للطفل وتثقيفه، لان اليوم ما شاء الله الطفل ذكي وهو قاعد يتعامل مع هذه الأجهزة ومع الشاشات ومع الإلكترونيات، فإحنا قاعدين نهمل جزء كبير من الجانب المعرفي عند الأطفال. فعن طريق إحنا لما نسوي برامج وفعاليات ثقافية وتفاعلية للأطفال ونقدر نصل إلى كل الأطفال باختلافهم، حتى تفاوت الأعمار أو الفئة العمرية تبعهم أو المدارس أو الفئة المدرسية، نقدم فعاليات وبرامج هادفة تتماشى مع تطور العصر وأيضا الحفاظ على القيم وتعزيز الهوية الوطنية. طبعا أهم أهدافنا في مشروع صغيرك سفيرك اللي هو تعزيز وتحبيب الأطفال باللغة العربية. اليوم شايفين الأطفال شوية عندنا فيهم ضعف باللغة العربية، صحيح. وإحنا يعني دولة عربية، صحيح. فهذا الأمر يعني بالعكس نحاول إن إحنا نعزز عندهم اللغة العربية، نحببهم فيها عن طريق البرامج والفعاليات اللي إحنا نطرحها. صحيح. إنزين أستاذة سلمى، شنو أثر إقامة مثل هذه الفعاليات على الأسرة بشكل عام؟ طبعا دائما اي فعاليه تستهدف الاطفال راح تلاقي اثرها يعني شامل وكامل على الاسره ككل. ليش؟ لان اليوم الام والاب لما يطلعون ومثلا يخططون حابين يطلعون طفلهم في فعاليه يستفيدون منها الاطفال، راح يصير هذا الامر انه بعد ما الطفل يحضر هذا البرنامج ويخلص
تلاقي دائما ان الام والاب يرجعون وهم مستمتعين ان طفلهم اليوم اخذ جرعه ثقافيه معرفيه جميله. وهذا الامر مثل ما قلنا يعني اكيد يعود على الاسره كلها بالتميز والوعي، ويصير هذا هذه الفعاليات تصير ذكرى جميله تجمعهم كلهم مع بعض. والان مشاهدينا لنرى الاجواء اخرى في معرض الكتاب الدولي مع زميلتنا انار. يا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد، واليوم معانا ضيف لحلقتنا استاذ بشار جاسم. اول شيء نورتنا استاذ وتشرفنا بمعرفتك. يا هلا ومرحبا فيكم، واحنا سعيدين بهذا التواجد معاكم في ديرتنا الثانيه، ديره الكويت اهلنا. يا مرحبا فيكم. طبعا نورت ديرتك الثانيه استاذ. استاذ تقدر تكلمنا عن مشاركتك بهذا المعرض؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يا مرحبا فيكم. طبعا بتوجيهات معالي الشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين الثقافة والآثار، حريصين دائما على التواجد في معرض الكتاب في الدول الخليج وفي الوطن العربي. طبعا مثل ما انتي تفضلتي، احنا دائما نشارك في الكويت في هذه السنة اللي هي في الدورة 44. طبعا بداية نبارك لهم على الافتتاح في هذا اليوم، افتتاح المعرض العرس الثقافي الجميل. وهيئة البحرين للثقافة والآثار حريصة دائما على المشاركة في عرض إبداعات وإنتاج المفكرين والمبدعين البحرينيين في شتى المجالات. نعم. طبعا أستاذ، معرض الكتاب يتحدث عن الكتب، شنو دوركم أنت بالمعرض؟ طبعا مثل ما تفضلتي، دورنا احنا الكاتب البحريني، الفكر اللي موجود في الكاتب البحريني هو يتيح لمين؟ للحضور والمشاركين في معرض الكتاب، الى ان المبدع والمنتج في الفكر ان كان في الشعر في التاريخ في الاثار، ان الفكر اللي موجود عنده هذا ينقل الى مين؟ الى المهتمين، الى الزوار، الى طلبة المدارس، الى طلبة الجامعات، الى الباحثين. فهذه الفرصة المهمة الحقيقية اللي يلتقي فيها الناشر مع الجمهور المعرض الكتاب. وطبعا لا سيما ولا يفوتنا ان احنا نتكلم في هذه اللقاء الجميل على ان مملكة دولة الكويت الشقيقة بتكون ضيف معرض الكتاب في مملكة البحرين ان شاء الله في 2020، اللي راح يقام من 25 مارس ولغاية 4 ابريل في مملكة البحرين، وراح تشرفونا ان شاء الله ونتشرف بدور النشر الكويتية وعلى رأسهم وزارة الإعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في مملكة البحرين. نعم. ان شاء الله راح نشرفكم بالبحرين على يوم ونشوف معرض الكتاب من عندكم. ايضا في عندنا بعد شغلة، عندنا جائزة الكتاب، هذه الجائزة انطلقت في عام 2013، وهذه الجائزة تخصص لضيف الشرف، فإن شاء الله مدعوين إلى كتابة الرواية وإلى كتابة الشعر الإخوان من دولة الكويت، مدعوين ممكن أنهم يطلعون على الموقع، على موقع هيئة البحرين للثقافة والآثار، موجود شروط المسابقة والمشاركة فيها، وهي مخصصة فقط للإخوان من دولة الكويت، وموجودة كل الشروط. نعم. أستاذ بشار، هل تقدر تقول لي أن إحنا نقدر نوجه رسالة أو فكرة من عبر الكتب؟ أكيد طبعا، الكتاب دائما يحمل رسالة، يحمل رسالة سامية وهادفة في جميع المجالات مثل ما تفضلنا. يعني إذا بتجين لنا إحنا مثلا رسالتنا أن إحنا مثلا هويتنا كبحرين، الثقافة اللي موجود، التاريخ، الحضارة، الأرث الثقافي اللي موجودين فيه، أيضا الأمور الثانية الأخرى اللي هي عن المسرح، عن الحركة الأدبية، عن حركة الشعر، كل هذه تتوثق من قبل الكتب. أيضا في كتب هناك هادفة مثل ما أنت تفضلتي، في كتب تحمل الحكمة، تحمل طريقة التعامل في الحياة، كل ما يعني الإنسان من أمور إلى هي تقيمة إلى الصواب، هذه كلها موجودة في الكتب. لكن مثل ما انت تفضلتي، الناس دائما تقول انه والله في الفتره الاخيره ما في اقبال على المعارض، لا والله بالعكس، الكتاب ما زال موجود، ودار النشر اللي كتبها جيده واللي كتبها محترمه ما زال القارئ يوصلها لوين كانت في 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 اي بلد تكون مشاركه. نعم. طبعا احنا استاذ نشكرك وايد على انك جاوبتنا هذه الاسئله. هل حاب توجه رساله او كلمه حق مشاهدينا؟
والله نوجه لهم انهم يزورونا في معرض الكويت 44، وحياهم الله بدور النشر. ما شاء الله اكثر من 600 دار نشر متواجده معانا، وكل الفئات وكل ما يرغبون لانهم يحصلون ان شاء الله راح يوجدونا في معرض الكويت. وحياكم الله وشرفتونا الشيخه. وابتدي اعزائي المشاهدين خلونا نكمل معاكم فقرات برنامجنا كتابي. الصحة، البناء، التعليم. اكفلوا العيش الكريم لأطفالكم. المساواة، الابتكار، الإنصاف. نحن نسعى لجعل العالم مكانا آمنا للأطفال. لكل طفل جسر رقمي، تكافؤ رقمي، رعاية رقمية، سلامة رقمية. اليوم للمعرض وحابين تزورونا وتتثقفون في معرض كتابي في أرض المعارض مشرف. ونشكر ضيفتنا سلمى الميمني المنسق العام لصغيرك سفيرك لحضورها عندنا في الاستديو. يعطيكم العافية، وأنا اللي أشكركم على هذا الاستضافة الطيبة، وسعيدة أني أكون اليوم معاكم في أول يوم للمعرض، وأيضا في ذكرى اليوم العالمي للطفل، ونكون متواجدين في هذا الاستضافة مع قناة أطفال الكويت. أشكركم لكل جهودكم، وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق جميعا. نورتينا وقواك الله أستاذة سلمى الميمني. الله يعطيك. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، بدنا نلتقي فيكم غدا الساعة 17:00 ومع السلامة.